البابا فرانسيس بعد 3 شهور من العزلة في حياتي أقول دعونا نحلم. في كتاب جديد كتب خلال فترة الإغلاق المفروض بسبب الجائحة في محادثة مع الكاتب والصحفي البريطاني أوستن إيفيراي، يستكشف البابا فرانسيس ما يمكن تعلمه من الأزمة العالمية الحالية ويشارك لحظات عزلته الشخصية التي وصفها بلحظات كوفيد. صدر عن سايمون وشستر كتاب بعنوان دعونا نحلم الطريق إلى مستقبل أفضل، حيث كتب البابا: لقد مررت بثلاثة من الكوفيد في حياتي، مرضي الشخصي، ألمانيا وكورتوبا، حيث وهو في سن 21 أول لحظة كوفيد له أصيب فرانسيس بمرض مميت بسبب عدوى في الرئة خلال عامه الثاني في مدرسة اللاهوت في بوينوس آيرس، ويوضح أن هذه التجربة غيرت تصوره وأعطته نظرة ثاقبة حول شعور الأشخاص المصابين بكوفيد-19 وهم يكافحون من أجل التنفس على أجهزة التنفس الصناعي، وقال: أتذكر عناق والدتي قائلاً: أخبريني فقط إذ كنت سأموت، حيث ساعدته ممرضتان بشكل كبير أثناء إقامته في المستشفى، وقال: لقد قاتلوا من أجلي حتى النهاية، حتى شفائي النهائي. وأوضح الأب الأقدس أن تجربة الاقتراب من الموت علمته أهمية تجنب العزاء الرخيص، حيث قدم العديد من الناس وعوداً فارغة بالشفاء السريع وتحدثوا بنوايا حسنة، لكن الراهبة التي علمته في طفولته الأخت ماريا دولوريس تورتولو جاءت للتو وأخذت يده وجلست في صمت. من هذه التجربة تعلم التحدث بأقل قدر ممكن عند زيارة المريض. وحدثت لحظة كوفيد الثانية للبابا فرانسيس في عام 1986 في ألمانيا عندما شعر بالخسارة بسبب الوحدة. خلال هذه الفترة أمضى الكثير من الوقت في مشاهدة الطائرات وهي تهبط مشتاقاً لوطنه. ويمضي البابا فرانسيس في وصف تجربته الثالثة للكوفيد في العزلة بين عامي 1990 و1992 خلال الفترة التي قضاها في الأرجنتين، يقول إن هذا الاقتلاع كان علاجاً جاء في شكل تحول جذري، حيث ركز بشكل خاص على طريقته في ممارسة القيادة وأمضى 1 سنة و10 أشهر و13 يوماً في المقر اليسوعي بكورتوبا للاحتفال بالقداس، سماع الاعترافات وتقديم الإرشاد الروحي. نادراً ما كان يغادر المنزل، حيث وصفه بأنه نوع من الإغلاق المفروض على نفسه، كتب خلاله: صلى كثيراً وطور أفكاراً. بشكل عام يكتب الأب الأقدس في كتابه الجديد أن هذه لحظات كوفيد الشخصية الثلاث علمته أن المعاناة الكبيرة لها القدرة على تغييرك للأفضل فقط إذا سمحت بذلك.